مصلحة مصر أهم، قالها الأهلي بصدق قبل المونديال، ومع كل الظروف نجح مرة أخرى، مرة تالتة. شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. الاهلي هو زمان زمان زي بيت اشوي بعد تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجه تاني النادي الاهلي المصري رقم واحد. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. احلام فين مطروح تغلق الصفحه حتى تقرا السطر الاخير الذي يكتبه النادي الاهلي في الدقائق الاخيره. اهدف باسمك مهما كان. الله اكبر، هدف الفوز الغالي بمشيئه الله. تستلم الاثنين وايديك وعينيك. اسلم دماغك يا ابني. حلوه وفي دي ايه؟ في دي خمسه. لا خمسه واثنين. الاهلي كيان، الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. مش مشكلة يغيب الشناوي وأكرم وقفشة وتاو وبنون، الحكاية في تشيرت الأهلي أكتر من 100 سنة، في كل سنة وكل يوم بطولة وإنجاز، أقصد بطولات وإنجازات. تشيرت الأهلي دايما الفيصل، مين اللي لابسه وإيه إمكانياته، لعيب ولا لأ ما يفرقش. تيشيرت فيه سحر كده، أي لاعب بيلبسه ولو ليوم واحد بياخد بطولة بيحقق إنجاز. تفاصيل غريبة استثنائية في الأهلي، مهما كانت الظروف بيعرف يعمل بطولة، نموذج وكيان مثالي لبلدنا، اسم كبير مشرف بكل منظومته في كل الأوقات. عاش الأهلي، قلعة كبيرة مليانة نجاحات. مليون مبروك.